بسم الله كمان أشاهد أحبتي، فهذا هو الآيفون إكس، يعني التاتش لا يشتغل أبدا. نعم هذا لا يشتغل فيه التاتش كما تشاهدون، لا يشتغل فيه أبدا التاتش. طيب سنقوم بمحاولة إصلاحه بإذن الله ومعرفة المكان أو المشكل أو الخلل أو إلى غير ذلك. المهم إن شاء الله سنحاول معرفة ذلك بإذن الله. نعم أحبتي، كما نشاهد أن الجهاز يعني اشتغلوا فيه من قبل كما نلاحظ، تم الاشتغال عليه. نعم طيب سنقوم ببعض القياسات. نعم أحبتي، نعم أحبتي كما نشاهد هنا، فهناك هذا المسار مقطوع. نعم آسف أحبتي، فالآن أغلقت الباب كي نشتغل بشكل مريح إن شاء الله. كما قلت لكم فهذه الرجل فهي غير متصلة، تمر إلى هذا الريزستور. طيب سنحاول أن نشاهده. نعم طيب سأريكم إياه، هذه هي الرجل، هذه هي الرجل. نعم وتمر الى هذا الكاباسيتور، كذلك هذا الريزستور الاير 8507 او 5807، وقمت بقياسه كذلك فهو سليم بالنسبة للريزستور، فهو سليم ويمر كما نلاحظ الى النصف الاخر، انظر الى هذه النقطة. نعم الآن سنحاول إن شاء الله يعني فتح أو شق البوردة إلى نصفين، ليس تكسيرها بل يعني فصل الجهة الأفقية عن الجهة السفلى. طيب نعم وكما نلاحظ أنها، انظروا إلى هذا الريزستور ومن الريزستور إلى السي بي يو، كما نلاحظ الـ SPI الـ API to Laser S-Clock. نعم نعم مباشرة إلى CPU. نعم نتمنى من الله عز وجل أن يكون CPU يعني جيد ولا داعي لرفعه، طيب لأن حتى الشبلونة الخاصة بهذا السي بي يو لازلت أنتظرها، لو كانت موجودة فلا يهم، يعني لا نخاف من أي شيء بإذن الله، ولكن الآن غير موجودة، يعني نتمنى من الله أن يكون القطع فقط ربما من هذا الريزستور إلى هذه النقطة، فإذا كانت مفصولة سنقوم بعمل بريدج من هنا إلى هنا بإذن الله، أو من هنا إلى هذا الريزستور الذي بالقرب من الكونكتور التاتش. نعم آسف في بعض الأحيان يعني أجد، نعم من هنا إلى هنا. طيب كيفما كان الحال سنقوم به بإذن الله الواحد الأحد إن شاء الله على بركة الله، ولكن بعد الغداء إن شاء الله سأذهب لأتغدى ثم نعود إن شاء الله. السلام عليكم.
نعم أحبتي، بعد فصل البرد عن بعضها وجدنا نعم هذه النقطة المتجهة إلى سي بي يو، إلى الريزستور الذي أمام سي بي يو. فانظروا إلى الرجل فهي ما غير موجودة، نعم كما سنشاهدون في المخطط. نعم هذه هي الرجل، نعم رقم 4 كما نلاحظ هنا فهي غير موجودة. إذن سنحاول إما تعويضها في نفس المكان إذا كان هناك نقطة، وسنقوم بتعويضها ونعمل بريدج هنا بالضبط. وإذا يعني لا يوجد نقطة أو مكان، سنقوم بأخذ من هنا، يعني سنأخذه من هاد عين بالضبط رقم 4، نعم من هنا، من هذا الريزستور كما نشاهد، من هذا الريزستور بالضبط رقم 4 1 2 3 4 هذا، من هنا مباشرة إلى هذه النقطة. ولكن الأسهل هي أن نأخذه من هنا بالضبط. طيب على بركة الله، والأمر الحمد لله يعني بسيط، الآن عرفنا أين يوجد الخلل على بركة الله. سنقوم الآن بإكمال تصوير بالميكروسكوب. طيب أحبتي، حان وقت يعني عمل تيست، ونتمنى من الله عز وجل كل الخير، والله عنده كل خير. بسم الله على بركة الله. الآن يعني سنقوم فقط بهذا الأدابتاتور الخاص، يعني كي نعرف حتى إذا يعني إذا لم يشتغل يعني يكون لدينا فرصة لمعرفة أين يوجد السبب. هكذا أفضل من إعادته وإعادة تلحيمه والتسخين إلى غير ذلك. فهذا الأدابتاتور صراحة يعني بسم الله
الحمد لله والشكر لله. نعم أحبتي، يعني الجهاز كما تشاهدون، نعم ولله الحمد، الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، نعم يشتغل، نعم الحمد لله. كان في اعتقادي في الأول أن يعني تلك الرجل غير موجودة بتاتا، ولكن كما لاحظتم يعني ربما من تأثير الماء أو الله أعلم يعني ما مشكلته، فهذا الجهاز يعني قال لي صاحب الجهاز كما تشاهدون الشاشة جديدة فانفجر، يعني كان هناك يعني احترق الجهاز، نعم احترق بمعنى الاحتراق، نعم والحمد لله الآن أنتم تعلمون فهو لا يوجد به أي شيء، نعم هذا هو الأدابتاتور. الآن بقي لنا أن نجمع هذا الجهاز ولله الحمد، الحمد لله والشكر لله. أتمنى من الله عز وجل أن ينال إعجابكم هذا الفيديو، ولا تنسوا بالاشتراك وإلى غير ذلك، أنتم تعرفون ككل مرة ما أقوله، وإن شاء الله نتمنى من الله عز وجل التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين، ولا تنسوا القيام بشيء جميل اليوم وكل يوم ليكون في ميزان حسناتكم، أتمنى من الله عز وجل أن ينال إعجابكم.